وصلنا سلمى لتاني فقراتنا لليوم ورح نحكي عن موضوع جدا مزعج لأنك إحنا بهذا العمر، وأيضا كيف إذا عم نحكي عن الأطفال قد اليوم محزن، وقت تشوفي الطفل عم يتعرض للتنمر إن كان بالمدرسة إن كان إذا نزل صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تشوفي طفل مهزوز، بجوز الأهالي ما ينتبهوا اليوم إنه هذا الطفل عم يتعرض للتنمر، وبتأثر بشكل كتير كبير على شخصيته، بتحسي صار انطوائي، قلت ثقته بنفسه. صحيح رشا، ويمكن التنمر أصبحت ما فينا نقول إنه هي عادة جديدة، هي كانت موجودة سابقاً بس زادت حالياً. صح. وأصبح الأطفال بعض المشاكل النفسية اللي عم بيمروا فيها عم بيفرغوها بأطفال تانيين رفقاتهم بالمدرسة عن طريق هذا التنمر. أكيد يا سلمى، اليوم رح نحكي عن التنمر أشكاله، كيف اليوم نحن قادرين نحمي أطفالنا اليوم من هاي العادات، وكيف نحن لازم نقوي شخصيتهم ونبعدهم عن الأوساط المتنمرة، ونفهمهم أنه نحن بمجتمع ممكن بأي لحظة نتعرض لأي موقف ومفروض نكون قده. اليوم هاد الأسئلة وغيرها حيجاوبنا عنها ضيفنا لليوم، وهو السيد أحمد يوسف، وهو اختصاص نفسي. سعد صباحك أستاذ أحمد، وأهلا وسهلا. صباحك يا رب. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم نحكي أكثر عن التنمر كسلوك عم بنشوفه واضح بتصرفات الأطفال، كيف بينشأ هذا السلوك عند الطفل؟ بالبداية التنمر هو إحدى السلوكيات اللي موجهة نحو الأشخاص الآخرين بشكل مؤذي أو مسيء. هذا سلوك بيستهدف سمة معينة عند الشخص الآخر، أو مثل ما حكيتوا أنتم بالبداية بيتم فيها الطفل تفريغ شيء معين هو ملتقطه من العالم الخارجي مكتسبه أو مشاهده أو شايفه كنموذج أو منزعج من شيء معين، فبيصير يتنمر على الشخص الآخر نتيجة هذه الصفة. طبعا هو سلوك التنمر هو ما هو جديد أبدا، مثل ما حكيتوا أنتم هو من زمان كتير كان مشهور ومنتشر جدا، وأحيانا عن طريق المزاح، أحيانا عن طريق المسخرة إلى آخره، اجتماعيا عم نحكي. نعم. بس علميا بالسنوات الأخيرة من 15 سنة تقريبا ل 20 سنة صار في شيء اسمه البولوينج أو التنمر، اللي هو بيكون الشخص عم ينقل صفة سلبية من وجهة نظره هو إنه هي سلبية، بيوجهها نحو الشخص الآخر بطريقة مؤذية ومسيئة. والهدف الأساسي منها هي الإزعاج بالدرجة الأولى. طبعا الإزعاج بيتوصل لمرحلة التهديد، إزعاج، إساءة، تهديد. بالمجمل هو سلوك جدا بينطوي على عدائية وعنف وإساءة، وهو موجه من شخص إلى شخص آخر بهدف إزعاجه أو تهديده، وممكن يأخذ مجموعة من الأشكال، يعني مو بس التنمر اللفظي اللي احنا بنعرفه اللي عن طريق المزاح أو عن طريق الرسائل أحيانا المتناقضة، وأنما في عنا تنمر اجتماعي مثل ما حكيتوا أنتم، بيكون مثل الشائعات نحن بنطلقها على الأشخاص، ألقاب بنطلقها، والدليل انه هو موجود من زمان، هو مذكور بالقران. صحيح. لا تنابزوا بالالقاب، فهو شيء كثير قديم ومرتبط بالشعوب واجتماعيا عم يتطور، بس ولكن الشكل اللي كثير شديد اللي اخذه حاليا نتيجه وجود منصات التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا خدم اي حدا، يعني تخلي اي حدا يكتب بده اياه. صح. ولكن اليوم نحن عم نحكي على صعيد الطفولة، اليوم نحن يعني بأعمار كبيرة قادرين نميز، قادرين نمتص يعني هذا التنمر يعني من خلال تجاربنا بالحياة، ولكن اليوم أنا طفلي بعمر ما نقادر يعني يفصل، يعني ممكن يفرغها بطريقة جدا سلبية وتأثر. شو هي أهم التأثيرات اللي ممكن تصيب الطفل اللي تعرض للتنمر؟ تمام. تأثيرات كتير شديدة وتأثيرات ما أنا أبدا سهلة، والأهل لازم يكونوا كتير واعيين لالتقاط الإشارات الأساسية. إذا بدي أنا أحكي على البيئة المدرسية، كونوا نحن عم نحكي عن الأطفال، فالطفل اللي بتعرض للتنمر بالبيئة المدرسية غالبا بتظهر على إشارات غير مباشرة وإشارات مباشرة، مثل مثلا عدم الرغبة بالذهاب للمدرسة، مثل الخوف والقلق أثناء الذهاب للمدرسة، مثل عدم الرغبة بالمشاركة بالصف، مثل عدم رغبته بأنه يقوم بواجباته المدرسية، حتى بيصير يتغير أسلوب نومه، أسلوب أكله، بيصير يتضايق أكثر، بيصير يعمل أكثر حجج لحتى هو ما يروح يتشارك مع الآخرين النشاطات الاجتماعية. صح. فهي الشغلات كلها بتأثر بدرجة أو بأخرى على شو ثقته بنفسه وتقديره لذاته. طبعا الطفل ما هو مثلنا بيعرف أنه هو ممكن يتم تقليل احترامه، ولكن بيشعر بالانزعاج. هذا الشعور بالانزعاج بيخليه يهرب أو ينفر، وهذا الشيء الطفولي أو بنسميه نحن ميكانيزمات الدفاع الأولي، يعني أول يعني شيء بدائي الطفل بيعبر عنه انه ما بدي اروح على المدرسه. بعدين مثلا ما بدي انا اشوف الشخص الفلاني، لما نحن بنبحث بالاسباب بنشوف انه هو متعرض ل ممكن لخبره سلبيه بالتواصل معه، ممكن للتنمر منه، ممكن لشتيمه، ممكن لضرب الى اخره. ومثل ما حكيت التنمر مو بس لفظي، ممكن يكون احيانا الضرب الضربه او
او النكزه او او الطريقه المزعجه بالكلام او اللقب، او حتى مثلا بنغير له صورته، بنلعب له باعدادات صورته، بنطبقها على شيء اخر، هي كلها نوع من انواع التنمر. طريقة استيعاب الطفل واستقباله لأثر هذا الموضوع قد يكون كتير بسيط، قد يكون كتير شديد. يعني في أطفال بيوصل معهم لمرحلة أنه ممكن يوصلوا للانتحار أو للإيزاء الذات، خاصة بمرحلة حساسة إذا بدنا نحكي بآخر الطفولة بأول المراهقة، بيكون وضع جدا حساس وجدا خطير. وحتى بخبركم أنا في تقريبا في دراسات عملية الصحة منظمة الصحة العالمية بآخر 10 سنين حوالي 33% من الأطفال تعرضوا للتنمر وأدت لإشكاليات اضطرابات نفسية وسلوكية. نعم. مثل اضطرابات مثل القلق، الاكتئاب، الحزن، وفي منهم ببداية المراهقة وصلوا لمحاولات الانتحار، وفي منهم انتحروا. ومؤخرا عم نشوف كثير على وسائل التواصل الاجتماعي عن فتيات بعد ما كانوا بلوجرز او كانوا مؤثرين صاروا تلقوا تعليقات سلبية كثير ادت لانهم انتحروا او عرضوا نفسهم للخطر والى اخره من هاي التفاصيل اللي لها اثر. بس طريقة استيعاب الطفل واستقباله لأثر هذا الموضوع بيعتمد على قديش نحن معلمين الطفل مهارات التواصل الاجتماعي الفعال، قديش معلمينه مهارات توكيد الذات، كيف يتصرف، شو يشتغل، هل نحن بانين اسلوب تواصل فعال بيننا وبين الطفل؟ الطفل بيجي بيحكي لنا على الاشياء والخبرات اللي عم يتعرض لها بطريقه سلسه، بنستوعبه، بنستقبل هالمعلومات منه، بنهذب له اياها، بنرجع له اياها، هل نحن عاطين الطفل ثقه بالتواصل بيننا وبين المدرسه لحتى نحن نكون مأمنين على طفلنا؟ هذا الموضوع كله بيحدد اثر التنمر على سلوكيات الاطفال وعلى طريقه تواصلهم مع الاخرين. طيب استاذ احمد، في حال الطفل تعرض للتنمر وكان رده فعله مختلفه، في بعض الاطفال مو بس بيصير عندهم خوف او ما عاد بيحبوا يروحوا للمدرسه، لا، في اطفال ثانيين بيصيروا عدوانيين. يعني شفنا اطفال دخلوا بمشاكل، حاولوا ياخذوا حقهم بايدهم، هدول عندهم دفعه زايده من الثقه بالنفس. طيب في حال عرفت الام او الاب انه في حاله تنمر، شو اول تصرف بيتصرفوا؟ حالة التنمر إذا كان الطفل متنمر عليه شيء، وإذا كان هو متنمر هذا الشيء ثاني. إذا كان هو متنمر ليش عم يتنمر على الآخرين؟ هلأ أنا بشوف الأصعب هو المتنمر، لأنه بالآخر هلأ اثنيناتهم الطفل دائما ضحية، هو ضحية أسلوب تربية خاطئ. إذا كان عم يتنمر على الآخرين فهو أكيد يا أما هو مكتسب هذا الموضوع من خلال أهله أو المحيط المقرب أو منه، أو عم يداري عقدة نقص معينة، أو هو مشروط عليه هذا الموضوع لحتى يكون مقبول ضمن مجموعة الأقران أو الأصدقاء اللي هنو بده إياهن، أو هو بالأصل عم يتعنف بالبيت وعم شخصيته مهزوزة بالبيت، بعدين عم يلاقي بالتنمر طريقة لتفريغ هاي المشاعر السلبية وإسقاطها على الأشخاص الآخرين، كمان هاي أسلوب دفاع أولي. أو الطفل بيكون هو ضحية التنمر، هون كمان بيكون أصعب بكتير، لأنه هون الطفل بيكون موجه أنه ممكن هو ما يعرف الأسباب اللي هو عم يتنمر عليه أو يتم التنمر عليه. رح أعطي مثال، نحن دائما بمجتمعاتنا التنمر بيكون على الصفات اللي هن بيكون شوي مختلفة أو اختلاف، مثلا الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة، الأطفال اللي عندهم اضطرابات بالتواصل أو بالنطق، الأوزان الزائدة، الأمراض المعينة إلى آخره، اللي بيلبس نظارة، اللي بيلبس سماعة إلى آخره، كلها هي حالات. هل يا ترى الطفل الضحية اللي عم يتم التنمر عليه هو بيعرف أنه عم يتعرض للتنمر لانه عنده هاي السمه؟ اكيد لما بيعرف رح ينصدم، ممكن يؤدي ل PTSD او اضطراب ما بعد الصدمه الشديده، ما بعد الصدمه. فسواء كان الطفل متنمر او متنمر عليه، اثنيناتهم صعبين واثنيناتهم بدهم وعي من قبل الاهل بالاعتراف بالمشكله، بالحديث مع مختص، باخذ الاستشارات اللازمه، بتوعيه الطفل، بتسقيفه، بتعلمه تقبل الاخر. ما نحن اغلب مشاكلنا بالحياه بيكون انه طفلنا بيسمع منا احكام مطلقه على الاخرين، مثلا واو هاي شو، مثلا شو سميني او شو كذا او هيك، فهو بيصير عنده معيار انه اذا شاف حدا سمين معناته هو بيشبه الشيء الفلاني. هون الطفل شوي شوي بتعلم التنمر. فانا اذا كان الطفل متنمر عليه كضحيه او متنمر كمان هو ضحيه، انا بحاجه يكون كثير دقيق بالتواصل معه، وهون بيجي دور وعي الاهل، سؤال عن طريقه التواصل الصح مع الطفل، قديش قادرين نزرع بالطفل حب الاخر، تقبل الاختلاف، التعاطف بالتواصل مع الآخرين. نحن كلياتنا بشر، بس حدا بيملك سمة معينة، حدا ما بيملك سمة معينة. فأنا برجع دائما بقول بيئة البيت المنزلية هي بتحدد أسلوب نظرة الطفل للآخر وطريقة تواصله معه، سواء كان متنمر أو متنمر عليه.
طيب أستاذ، اليوم الطفل بالمدرسة، يعني معظم ساعات يومه بالمدرسة ضمن رفقاته والكادر التدريسي، يمكن هذا الطفل يكون عم يتعرض للتنمر أو متنمر. خلينا نركز على الطفل اللي عم بتعرض للتنمر، يعني تمام. أنا في عندك أطفال صامتة، يعني تمام. بترجع على البيت بتحسها مزعوجة، ما مشربك، ما في شيء، يمكن كمان هي عادة مكتسبة من الأهل أنه أنا ما عودت ابني على الحوار أو يجي يحكي لي شو مرق خلال يومه، يعني تمام. فبفوت الطفل وبتلاقيه انعزل لحاله، يعني صحيح. هذا عرض من أعراض صحيح. التنمر. كيف أنا فيني راقب؟ كتير خطيرة. راقب أيضا طفلي، يعني مجموعة من الأعراض أنه أنا طفلي عنده مشكلة لازم اتدخل بها. تمام. بالدرجة الأولى بده يتغير عادته السلوكية، بدي أحس أنه ابني تغير. أنت حكيتي شغلي أنه ابني كان يتفاعل كذا، صار لما يروح على المدرسة يرجع يسكر الباب وينام، ما بيحب يتواصل معنا، ما بيحب يتفاعل معنا، ما بيرغب يروح على المدرسة، عادات أكله تغيرت، لأنه الطفل بيختلف عن الأشخاص الآخرين أنه أساليبه الحياتية الأصلية أو حاجاته الأصلية هي بتتغير، الأكل، الشرب، النوم، اللعب مع الآخرين، الرغبة بروح على المدرسة، بنخفض تحصيله الأكاديمي، بتغير، بصير الطفل أنه هو بيحب يدرس، بيحب يتابع للطفل هو درجاته منخفضة، بصير في عنده توجه سلبي تجاه الآخرين، أنا هون لما بلتقط هاي الإشارات مباشرة. حتى يمكن أعراض مرضية. يمكن يعني يأثر هذا الشيء على الجسد، يعني النفسية بس تمرض الجسد بده يمرض إجباري، خاصة كطفل ممكن غير أنه يتمارض أو هو يتحجج بالمرض لحتى ما يروح على المدرسة أو لحتى ما يواجه الآخرين، ممكن بالفعل يصير في عنده نوع من أنواع المرض الناتج عن نفس الوهن، الوهن عدم الرغبة بالتشارك مع الآخرين، انغلاق على ذاته. أنا هون كتير بدي يكون حتى لو كنت أنا ماني معود طفلي إنه يحكي لي، بدي يكون واعي إني أنا لازم أتدخل بطريقة سريعة. التدخل بدي يكون أول شيء أنا أعطيه ثقة بنفسه. الثقة بنفسه هي ما أنا دواء أبداً، هي أسلوب تواصل، بسمعه، بتقبله، بزبط له أفكاره، بحكي أنا وياه، بخليه يحكي من دون خوف، بعلمه يوكد ذاته. شو يعني يوكد ذاته؟ يعني لا، يعني لما بتعرض لأي موقف مو إنه هو ياخده على محمل الجدوى، إنما هو يتصرف بطريقة صحيحة. مثلاً إنه شكراً إنك أنت عم تتواصل معي بهالطريقة، هاي الطريقة ما أنا صح، أنا رح أتواصل مع أشخاص مثلاً موثوقين بالنسبة إلي وأخذ رأيهم. الطفل دائماً لازم يعرف أنه لازم يكون في حدا موثوق، حدا مختص يقدر يحكي له. مثلاً بالمدرسة أنا بشوف أنه هون دور المرشد النفسي كتير كبير، المرشد المدرسي النفسي كتير كبير، لأنه البيئة المدرسية فيها كتير من الحالات اللي عم تعرضوا لها الأطفال للتنمر، سواء عن طريق الشكل أو التحصيل الدراسي أو طريقة الكلام أو طريقة اللباس إلى آخره. فكتير مهم أني أنا كأم أو كأب أتواصل مع المدرسة وأطمن إذا عم يكون في تنسيق بيني وبينهم لحتى احتضن هاي المشكلة، لحتى لاقي لها حل. فالملاحظات اللي بتلاحظها الأم على عادات الطفل اليومية، على رغبته بالتواصل مع الآخرين، على اللي كتير التحصيل الأكاديمي، هي المؤشرات الأساسية اللي بتخليني أنا بالإضافة لملاحظات الكادر التدريسي، يعني 100%. لهيك أنا بشوف بالمدرسة خاصة بالحلقة الأولى لازم يكون التواصل ما بين الأم ما بين الكادر التدريسي المشرف على الطفل كتير كبير، وخاصة المختص النفسي أو التربوي أو الاجتماعي بالمدرسة. طيب خلينا نحكي عن الحالة الثانية. اليوم في كتير أطفال هن متنمرين، صحيح. وحضرتك ذكرت يعني الأسباب إنه العلاقة بممكن يكون سلوك بالمنزل دفعهم إنه هن يتنمروا. كيف بيتعاملوا الأهل مع الطفل المتنمر؟ بالدرجة الأولى لازم يكون الأهل واضحين جدا إنهم قادرين يحكوا حوار مع الطفل، يحددوا فيه الأسباب. يعني هل الأسباب اللي عم يقوم فيها الطفل هي لأنه ما بيعرف إذا صح ولا خطأ هذا السلوك؟ هل الأسباب بترجع لأنه هو عم يسمعهم عم يتنمروا على الآخرين فعم يتنمر عليهم؟ هل بدنا نحدد الأسباب؟ حددنا الأسباب مباشرة بدنا نحدد العواقب. العواقب مو يعني عقاب وإنما النتائج. هذا السلوك مرفوض، هذا السلوك غير صحيح، نحن بدنا نتفق إنه ما بدنا نعمله. إذا بده يستمر هذا السلوك فأنا بدي أضطر إني أمشي معك بخطة تعديل سلوك تتضمن على نتائج قد لا تكون مرضية، مثل مثلا سحب امتيازات معينة، حرمانه من مشوار، حرمانه من شيء بيحبه، لحتى هو يعرف انه السلوك اللي عم يقوم فيه هو سلوك غير جيد ابدا. ثالث شيء بدي راقب انا الطفل شو عم يشوف على الانترنت. نحن بنعرف انه قد ما يكون في مراقبة للأهل على المحتوى اللي عم يشوفوه الأطفال على اليوتيوب أو التواصل الاجتماعي، عم يكون دائما في شيء وفي نماذج عم يلتقطوها، بدي يكون مراقب له. رابع شيء بدي أعلم الطفل قيم التعاطف، التسامح، خاصة الأطفال الصغار. في كتير قصص أنا ممكن أحكي لهم إياها قبل ما يناموا لحتى ربي لهم قيمة، كيف يحترموا الآخر، كيف يتقبلوه، كيف يتعاطفوا معه. كتير من الأساليب التربوية لازم يلجأوا إلى الأهل لحتى حين عن طريق القصص القصيرة سردية. أنا ممكن أسرد لهم قصة، ممكن ياخذوا منها عبرة، يعني يتعلقوا، ياخذوا
لحالهم هاي المعلومه قديه مهم يعني هدول الانشطه لحتى احيانا بتجيب الطفل بتضل تحكي كذا بيقول لا نحن نحكي دائما نشاط اكتيفيتي يكون هو مشارك فيه يكون شريك فعال صار طفل اليوم نفس الاسطوانه حفظتها يعني بس تمام. اليوم قديه مهم هدول السرد الانشطه انه انا فرجيهم فيديو ولو بسيط وصل رساله من خلاله دائما اسلوب الاقناع للطرف الاخر بيعتمد على خصائصه يعني انا ما فيني انا مثلا اقنع طفل عمره 5 سنين مثل بالغ عمره 30 سنة الاسلوب بيختلف فانا دائما بدي اعتمد على الاداه او على الوسائل بتكون فريندلي للطفل يعني قريبه من عمره مثل القصه مثل السرد مثل المسلسل مثل الفيديو مثل اشياء هو انا او انا بضمن انه تكون فيها قيمه بدي اياها توصل والطفل بيكتسبها هاي الموضوع اذا كانوا الاهل هن السبب تمام يعني اليوم مثلا الام هي عم تتصرف تصرفات خاطئه مع الطفل بتربيته الاب عم يتصرف العائله بشكل عام هو عم بيشوف جو دفعوا لحتى يعمل هي السلوك نمزجي هون عم ناخذ تماما فبالتالي هون بتكون المعالجه اصعب لانه هو القدوه هي اللي سببت له هذا السلوك المتنمر لهيك انا عم بحكي دائما يكون في الاستشارات النفسيه المدرسيه المرشد النفسي ممكن يلاحظ الموضوع وينصح الاهل انه هن لازم ياخذوا جلسات حول التواصل الفعال لازم يعرفوا انه هن عم يغيروا المدرسه مشان يريحوا راسهم لانه هن نفسهم احيانا بيرفضوا يتقبلوا انه المشكله من عندهم تماما 100% هون المشكله بتكون اصعب بيكون انا في عندي ضحيه مستمر يعني مستمر عم تعاني هاي المشكله وفي عندي اهل غير قادرين انه يلاقوا اسلوب تربوي واضح او محدد او مقبول اجتماعيا يربوا فيه الطفل فانا هون بدي احكي عن شيء اكبر بكثير بدي انا اعمل ارشاد اسري او ارشاد زواجي او ارشاد ضمن المنزل جلسات ارشاديه لحتى انا اوضح للاهل وين صح وين خطا بالنهايه هي ثقافه اكيد استاذ وان احنا خلينا نتفق ما بعرف اذا بتفق مع حضرتك معي عليها انه اليوم الطفل المتنمر واللي عم يتعرض للتنمر اثنيناتهم ضحية مجتمع وتربية أكيد. أهل نصائح أخيرة لكل الأهالي كرمال يحافظوا على ابنهم النصيحة الأولى والأخيرة أنا دائما بقول أني أنا لما بربى بمجتمع معين وبربى بطريقة تربوية معينة وأنا بلاقي فيها بعد فترة أنه مجموعة من الأخطاء مو ضروري أنقلها لأبني حاليا نحن بمجتمع كتير معقد حاليا أطفالنا عم يتعرضوا لخبرات نحن ما تعرضنا لها كتير مهم نسأل مختصين كتير مهم نتقبل الآخر كتير مهم ننقل لأطفالنا مسألة أو نعم. قيمة أنه الآخرين المختلفين عنا مهن خلافنا وإنما نحن عايشين كلنا مع بعضنا البعض إذا بلاحظ أي سلوك لازم أسأل مختص إذا بلاحظ أي شيء عن طفلي بتغير بعاداته اليومية بتحصيله الدراسي لازم أسأل هاي التفاصيل كلها بتخليني شوي أعزز البيئة الآمنة عند الطفل بتخلي أنا أسلوب التربوي اللي أنا عم قدمه لطفلي هو أسلوب ناجح وإيجابي وعن جد عم يعمل طفل فعال وقادر يتواصل صح وقادر يكون فعال بالبيئة اللي هي موجود فيها سواء مدرسية أو جامعيا لا أكيد اليوم هاي القصة كتير مرقنا فيها سلمى كنا صحيح. متنمرين وتعرضنا للتنمر يعني صحيح. ولكن اليوم بعد تجارب الحياة صرنا نقول عادي أكيد وبيختلف السن يعني يمكن لما صرنا كبار صار عنا يمكن قدرة أكثر نستوعب تثبت المهارات الاجتماعية تمام. لازم نتعامل مع هيك حالة صرنا نعرف أكثر ونحن وصغار طبعا التربية هي الأساس هي اللي حمتنا وخلتنا الله يرحم أهلك ويخلي لكل أهله لأنه هن أكيد صمام الأمان الأول والأخير بحياة كل أسرة شكرا لك استاذ لحضورك اليوم ودائما بنقول انتبهوا لاولادكم بالصحه النفسيه والبدنيه هدول بيضلوا امانه شكرا لحضرتك شكرا لك استاذ احمد ولكل النصائح اللي قدمت لنا اياها لليوم